بتوجيه مباشر من معالي السيد وزير الموارد المائيه المحترم، قامت الهيئه العامه لصيانه مشاريع الري والبزل تطهير جدول السابله الترابيه الكبير بجهد الي 14 حفاره ذراع طويل، وقد تم انجاز العمل 100%. والغرض من العمل ايصال مياه الشرب والسقي للقرى الواقعه في ذنائب الجدول. رئيس مهندسين اقدم حسين عبد الحسن حدوان، مديريه صيانه مشاريع ري وبزل ديقار.